بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك سيد أحمد الدرديب رضي الله تعالى عنه في فقه السادة المالكية بالأدلة النقلية. وما زلنا في باب التيمم وأسبابه. وقفنا عند السبب السادس أو الشخص السادس، وهو الخائف باستعمال الماء خروج وقت الصلاة، فإنه إذا خاف بالغسل أو بالوضوء خروج وقت الصلاة تيمم ما لم يدرك ركعة إذا اغتسل أو توضأ، فإنه يجب عليه الغسل أو الوضوء وإدراك ركعة قبل خروج وقت الصلاة، ويقتصر على الفرائض أيضا إن يعني ظن أنه يدرك ركعة بسجدتيها قبل طلوع الإيه أو قبل خروج الوقت، سواء كان قبل طلوع الشمس أو قبل الغروب أو قبل أذان العصر أو قبل أذان الفجر بالنسبة للعشاء. بل ويتعين عليه أن يقتصر على الفرائض مرة ويترك السنن والمندوبات إن خشي فوات الوقت بفعلها. يعني يغسل الفرائض الأربعة. الشخص السابع قال: أو فقد مناول أو آلة، عطف على فقد ماء. قال: وهذا هو السابع، أي أن من كان له قدرة على استعمال الماء ولكن لا يجد من يناوله إياه، كالمريض مثلا، يعني مريض ولا زائر له ولا عائل له، يعني الماء موجود لكن هو عاجز عن القيام واستعماله، يحتاج إلى مساعد، فهذا يتيمم إلا إذا كان عارف أنه فيه حد هيجي قبل خروج الوقت، يبقى يؤخر الصلاة إلى إيه؟ أن يأتي أحد للمساعدة. كذلك أو لم يجد آلة من حبل أو دلو فإنه يتيمم. يعني واحد مثلا في صحراء وفيه بئر لكن لا يجد الحبل ولا الدلو اللي هينزح به الإيه؟ الماء. يبقى ده يتم لأنه ده فاقد الماء حكما، هو الماء موجود لكن أو الآلة، يبقى فاقد الماء حكما. قال: ولك أن تدخل هذا القسم في فاقد القدرة على استعمال الماء، وذلك بفقد الآلة التي ينزح بها الماء. بإرادة فقد القدرة حقيقة أو حكما. بل إذا تحققت في الأقسام السبعة فإنها ترجع إلى قسمين: الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما، يعني في فاقد الماء أصلا وفي الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله بسبب ضيق الوقت أو بسبب المرض أو بسبب خوف اللص أو السبع أو الأمور الأخرى، فيدخل فيه في فقد الماء خوف عطش الشيء المحترم وخوف تلف المال وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال. الشخص الثاني، النوع الثاني، قال: ده فاقد القدرة على استعمال الماء. قال: وفاقد القدرة مقيس على فاقد الماء. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه
لما كان مرة مع الصحابة في سفر أو في غزو فأصابته جنابة وهو يصلي بالناس الصبح، فتيمم وصلى بالناس الصبح، وصلى بالناس الصبح، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. انظر الفقه، لأن كانت ليلة شاتية باردة، فخاف من استعمال الماء أن يموت، فيعني صوب فعله صلى الله عليه وسلم. الأسباب التي ذكرناها دي يسموها العلماء موجبات التيمم، فقد الماء حقيقة أو حكما، أو فقد القدرة على استعمال الماء. ده ملخص الايه؟ يعني أسباب التيمم أو موجبات الايه؟ التيمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بفعل مين؟ سيدنا عمرو ابن العاص. يضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. فدل هذا على إباحة التيمم عند الخوف، لأن سيدنا عمرو خاف من استعمال الماء أن يموت. لأنه طبعا الذي يغتسل في الصحراء والماء بارد معرض أن يموت. والقرآن نص على المرض: وإن كنتم مرضى أو على سفر. والرجل الذي يعني اغتسل وقد شج رأسه مات، هذا في حكم الايه؟ في حكم المريض. ثم قال: ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه، ولا لجنازة إلا إذا تعينت، ولا لنفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به، وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت، وصح الفرض إن تأخرت، لا فرض آخر وإن قصد به وبطل الثاني وإن مشتركة ولو من مريض. هذا بيان لما يعني يتيمم له وما لا يتيمم له، يعني في أشياء يتيمم لها وأشياء لا يتيمم لها. قال: واعلم أن كل من طلب منه التيمم فإنه يتيمم للفرض والنفل استقلالا وتبعا. يعني واحد مثلا يتيمم للظهر ويصلي به السنة التي بعد الظهر، لكن لو تيمم وصلى السنة قبل الظهر
يعيد التيمم عند إقامة الظهر. خلي بالك دي أحكام مهمة جدا. فيتيمم للفرض والنفل يكون تبعا له، يعني مثلا يتيمم للعشاء ويصلي الشفع والوتر ويصلي القيام التراويح 20 ركعة أو 23 ركعة بتيمم واحد، لأن النفل هنا تبع إيه؟ تبع الفرض. لكن لا يتيمم لتحية المسجد مثلا مستقلة، أو يتيمم لسنة الظهر أو سنة العصر. وإن تيمم لصلاة الفجر يعيد التيمم لصلاة الصبح. يعني إذا صلى نفلا قبل الفرض بالتيمم يعيد التيمم عند إيه؟ عند الفرض. يبقى إذن النفل يكون تبعا للفرض، لكن لو صلى نفلا بالتيمم أعاد التيمم إيه؟ للفرض. قال وللجمعة والجنازة ولو لم تتعين. يعني اللي فرض التيمم يتيمم لكل شيء، يتيمم للفرض ويتيمم للنفل إن أراد، يعني يتيمم للضحى، يتيمم للتهجد، ويتيمم للجنازة لأنه فرض التيمم، ويتيمم للجمعة والجنازة حتى ولو لم تتعين عليه. لكن إلا الصحيح الحاضر العادم للماء، يبقى المريض يتيمم لكل شيء الفرض والنفل. لكن الصحيح الحاضر الذي لا يجد ماء فإنه لا يتيمم لجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر، يبقى ينتظر الماء ليصلي الظهر بدل الجمعة، ولا يتيمم للجنازة لأنها فرض كفاية فأشبهت السنة، يعني لا يتيمم لها الحاضر استقلال هو الصحيح. قال ولا لنفل استقلالا، عندنا في المالكية يعني لا يتيمم لتحية المسجد ولا يتيمم مثلا لصلاة ركعتي الحاجة، كل ده نفل استقلال، نفل مستقل يعني. قال حتى ولو وترا، وإنما يصليه بعد الإيه؟ بعد العشاء. وإلى ذلك أشار بقوله ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ. قال والأظهر خلافه. بل أما الجمعة فلا يتيمم لها صحيح حاضر عند فقد الماء لأن لها بدلا وهو الظهر، فأشبهت بهذا الاعتبار النفل وهو لا يتيمم للنفل المستقل لأنه هيعيدها تاني، لو تيمم لها يعيدها ظهرا بالوضوء يعني. وأما الجنازة فلأنها فرض كفاية متى وجد متوضئ غيره تعينت على المتوضئ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين هو فرض كفاية، فأشبهت النفل في حق غير المتوضئ. يعني الصحيح الحاضر لا يتيمم للنفل، فالجنازة تشبه النفل. ليه؟ لأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يتيمم للجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر. قال والحاضر الصحيح لا يتيمم لنفل، فلو تيمم وصلى به الجمعة لم تجزه، ولا بد من صلاة الظهر ولو بتيمم، يعني يؤخر لعله يجد ماء.
فإذا أخر ولا يجد ماء يتيمم ويصلي الظهر قبل خروج وقت الظهر، لأنه أصبح وقته الظهر. بل هذا هو المشهور. وخلاف المشهور، احنا قلنا المشهور عند المالكية ما كسر قائله أو قوي دليله، هذه معنى إيه كلمة المشهور. خلاف المشهور الذي قال يتيمم للجمعة للنظر إلى أنها واجبة متعينة عليه، يعني الجمعة فرض عين على كل مسلم، رمضان واجبة متعينة عليه وهي فرض اليوم، فرض إيه؟ فرض اليوم. فما دام التيمم بدل الطهارة المائية يبقى تصح به الجمعة، ده الرأي غير المشهور. فقال بوجوب التيمم لها كغيرها، وهو أظهر مدركا من المشهور، يعني أقوى دليلا من المشهور، يعني القول الثاني أقوى من المشهور أظهر مدركا. ليه؟ لأنه مدام صحت الصلاة بالتيمم يبقى تصح الجمعة بالتيمم لأنها فرض اليوم وهو متعين عليه، يبقى يتيمم ويصلي. فلذا قلنا والأظهر خلافه، أي خلاف المشهور هذا. وظاهر كثير من النقول أن الخلاف في الجمعة يعني في عادم الماء وقت أدائها فقط، مع علمه بوجوده بعدها، لكن اللي عارف أنه مش هيجد ماء إلى العصر يبقى يتيمم ويصلي، يبقى ده هو فرضه زي المريض، يبقى ايه زي المريض. لكن الخلاف اللي هو عارف انها تيجي الميه بعد ايه، بعد ساعه او ساعتين قبل العصر، ده اللي فيه خلاف، يعني هل يتيمم ويصليها او ينتظر الماء ويصليها ظهرا. لكن طبعا الشيخ رجح انه يتيمم ويصليها جمعه، لأن فضل الجمعة طبعا أكبر من فضل الظهر وثوابها أعظم. أو في من خاف باستعماله فواتها، استعمال الماء يعني. قال وأما العادم له في جميع الوقت فإنه يتيمم لها جزما، بحكم حكم المريض. والوجه أنهما مسألتان لا ترد إحداهما على الأخرى فتأمل. يبقى الأولى التيمم للجمعة حتى موافقة للجمهور، لأن الكلام ده يعني عدم التيمم للجنازة والجمعة والنفل المستقل ده رأي المالكية فقط، لكن باقي أهل العلم قالوا يتيمم لكل شيء، يعني للصلوات وللجمعة وللجنازة وللنفل. كذلك عندنا لا يتيمم الحاضر الصحيح لجنازة إلا إذا تعينت عليه، يعني محدش يعرف يصل الجنازة إلا هو ولا يوجد ماء، أو هو من أهل التيمم، فإذا كان من أهل التيمم يبقى لا خلاف في ذلك. أما هنا لم يوجد غيره متوضئ أو كان مريضا أو كان مسافرا. يبقى هنا إذا تعينت عليه يتيمم ويصلي على الجنازة. إذا وجد غيره يبقى يصلي هو، لأنها فرض كفاية. لكن المريض والمسافر طبعا
فاقد الماء يتيمم للجنازة ويصلي، لأنه هو فرض هكذا. ولا لنفل استقلالا، عندنا في المالكية لا يتيمم للنفل فقط ولو وترا إلا تبعا لفرض، كأن يتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بنفل، أو للعشاء ثم يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء، لكن بشرط عدم الفصل، أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكما، فلا يضر الفصل يسير لو ختم الإيه؟ الصلاة، يعني لو ختم الصلاة هذا فصل إيه؟ يسير، يعني لا يلزمه أن يتيمم للشفع والوتر، يكفي التيمم لصلاة العشاء ثم يصلي بعدها ما شاء ولو 20 ركعة التراويح. قال: والحاصل أن المريض والمسافر يتيممان للجنازة، تعينت أم لا؟ إنما الكلام في الصحيح. ويتيممان الحاضر والمريض، المريض والمسافر يتيممان للنفل استقلالا، ومن باب أولى تبعا للفرض كما سيأتي قريبا. أما الحاضر الصحيح فلا يتيمم لنفل ولو سنة استقلالا، يعني لا يصلي لتحية، لا يتيمم لتحية المسجد ولا لصلاة السفر ولا لسنة الإحرام، يعني لا يتيمم لسنة ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه، يعني لا يوجد متوضئ ويتيمم ويصلي عليه. وقوله إلا تبعا استثناء منقطع، أي لكن إن صلى نفلا فلا بتيمم الفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض إن اتصل بالفرض، وكذا إن تقدم عليه ولكن لا يصح الفرض بعده بذلك التيمم كما سينص عليه فيما بعد. يعني إن كما قلنا في سنة الظهر لو تيمم وصلى سنة الظهر يبقى يعيد التيمم عند إقامة الصلاة للظهر، لكن يصلي الأربعة بعد الظهر بتيمم الظهر. انظر إلى الفرق بين المسألتين. يبقى النفل لو تيمم له قبل الفرض يعيد عند إقامة الصلاة للفرض، أما النفل بعد الفرض فيصليه تبعا للفرض بتيمم الفرض. لكن ذكر طبعا العلامة ابن عبد البر القرطبي في التمهيد أن يعني أن المسألة مسألة التيمم الصحيح عدم التيمم الصحيح للجمعة ولا للجنازة ولا للنفل استقلالا، قال يعني الأرجح أنه يجوز له التيمم، قال موافقة لجمهور أهل العلم، حتى لا يكون المالكية مخالفين لجمهور أهل العلم، لأنه التفرقة يعني بين الوضوء والتيمم في مثل هذه المسائل، عايز أقول لا دليل عليه، لا دليل عليه من النقل. ثم قال: وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تقدمت وإن تقدم، وصح الفرض إن تأخر.
يعني أن من تيمم لفرض سواء كان حاضرا صحيحا أو لا، يعني صحيحا أو مريضا، أو لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا، لأن المريض والمسافر يتيممان للنفل، فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة، وأن يمس به المصحف ولو كان جنبا، ويقرأ به القرآن ولو كان جنبا التيمم، وأن يطوف، يدخل المسجد يعني ويطوف ويصلي الركعتين بالتيمم، وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض أو النفل الذي قصده بذلك التيمم أو أخرها عنه بشرط الاتصال. لكن إن قدم النفل على الفرض، قال هذا ظاهر، يعني بمعنى أنه إذا تيمم ثم صلى نفلا يعيد النفل مرة، يعيد التيمم مرة أخرى عند أداء الفرض، لكن إن فعلها بعده صحت من غير تجديد التيمم. فإن كان المقصود به نفلا كأن تيمم مريض أو مسافر لصلاة الضحى مثلا، جاز له أن يصلي به ذلك النفل المقصود بعدها. وإن كان المقصود به فرضا لم يصح أن يصليه بعد أن فعل به شيء منه. يعني من تيمم لنافلة، إن كان مريض أو مسافر، تيمم وصلى نافلة، يجب عليه أن يعيد عند أداء الفريضة التيمم. الحنفية عندنا أوسع من هذا، الحنفية يجعلون التيمم كالوضوء، يصلي به ولو خمسة أوقات، قال لأنه طهارة بدنية، والبدن يقوم مكان المبدل منه، لأن القرآن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني عايز يقول لم يقل يعني صلوا به كذا أو لا تصلوا به كذا، فما ينطبق على التيمم على الوضوء عندهم ينطبق على التيمم، وفي هذا فسح. فقوله وصح الفرض إن تأخرت، أي صح الفرض الذي قصد له التيمم من حاضر صحيح أو مسافر أو مريض، إن قدمه عليها أي على النافلة، لا إن قدمها أو شيئا منها عليه. قدم النافلة تيمم للفريضة مرة أخرى. وعلة المالكية قالوا إن التيمم ضعيف فلا يصلى به إلا فرض واحد، ولا يفعل به إلا شيء واحد بالنسبة للنوافل، لكن عند أداء الفريضة بعد النافلة يبقى لابد من التيمم مرة أخرى. قال وإنما صرحنا بهذا وإن علم مما قبله، لأن كلام الشيخ يوهم خلاف المراد، لأن قوله إن تأخرت ظاهره أنه شرط في قوله وجاز جنازته إلى آخره، وهو غير صحيح، إذ هذه الأشياء تجوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كما علم، يعني الجنازة أو مس المصحف أو الأشياء تجوز بالتيمم سواء قبل الفرض أو بعده. فلذا قال الشراح هو شرط في مقدر، أي وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه، أي النوافل، ولكن لا دليل على هذا الشرط المقدر. قال وحاصل المسألة أن من تيمم لشيء من هذه الأشياء يجوز له أن يفعل به غير ما نواه منها متقدما أو متأخرا، إلا الفرض
إذا نوى له التيمم فإنه لا يجوز إلا إذا تقدم. يعني من تيمم لمس المصحف أو الطواف أو الجنازة يفعل به هذه الأشياء، لكن لا يفعل به الفرض. لكن إن فعل الفرض أولا، نوى الفرض ثم صلى الجنازة أو صلى نافلة أو مس المصحف أو طاف، كل هذا جائز بعد الفرض. هذا ملخص الإيه؟ ملخص المسألة. لا فرض آخر وإن قصد به وبطل السائل، وإن مشتركة ولم المريض، أي لا يصح فرض آخر بتيمم واحد. يعني واحد عليه الظهر والعصر، فلو تيمم وصلى الظهر والعصر فالعصر إيه؟ باطل، يبقى يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى ويعيد العصر والظهر صحيح، حتى ولو قصدهما معا، يعني تيمم لصلاة الظهر والعصر. قال وإن قصد معا بتيمم فالثاني باطل، حتى ولو كانت الصلاة مشتركة كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، حتى ولو كان المتيمم مريضا برضو يتيمم لكل إيه؟ لكل وقت، سواء كان باشتراك أو إيه؟ من غير اشتراك. قال ولزم شراء الماء بثمن اعتيدا وإن بذمته إن لم يحتج له، وقبول هبته واقتراضه وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين إلا إذا ظن عدمه، فاليائس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره، ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله وخائف لص أو سبع فتبين عدم، ومريض عدم أو عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه فلحق كناس ذكر بعدها. يعني الذي لا يجد الماء يجب عليه، إذا لم يجد الماء للطهارة يجب عليه أن يشتريه. انظر، ولزم شراء الماء لكن بثمن معتاد في ذلك المحل، يعني وإن كان الثمن في ذمته، يعني حتى ولو بأجل، بأن يشتريه بثمن إلى أجل معلوم، إن كان غنيا ببلده، يعني هو مسافر يجوز له أن يشتري أو يجب عليه أن يشتري الماء ولو بأجل، أرسل لك المال أو الثمن بعد الرجوع، بس إن كان غنيا ببلده أو يرجو الوفاء ببيع شيء أو اقتضاء دين أو نحو ذلك، يعني لابد اللي هيشتري لأجل معلوم يكون عنده وفاء في سداد ثمن ما، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومحل وجوب شراء الماء إذا لم يحتج لذلك الثمن في مصارفه، يعني واحد معه مال يكفي لطعامه وشرابه ومواصلاته، يبقى لا يلزمه أن يشتري الماء للوضوء أو الغسل، إلا إذا قبل بائع الماء أن يرسل له الثمن بعد رجوعه إلى بلده.
لكن هو فقير لا يملك إلا الذي معه، والذي معه يحتاج إلى إليه في طعامه وشرابه ومبيته ورجوعه، وأما البلد لا يوجد فيها شيء، يبقى خلاص يتيمم ويسلم. قال وإلا جاز له التيمم كما لو زاد الثمن على المعتاد ولو غني. يعني المحل ده مثلا فيه استغلال، يعني الماء اللي يباع مثلا ب2 جنيه يباع ب10، قال لا يشتري الماء ولو كان غنيا في البلد، حتى ولو كان قادر على شرطه، يعني ذا قضاء على الاستغلال والاحتكار، يعني ما يلزموش يشتري الماء بثمن مضاعف. لكن لو وهب له بل يجب عليه ان يقبله قبول هبته واقتراضه. واحد قال له اسلفك مثلا وبقى سدد، او خذ مثلا هذا الماء هبه مني او هديه، يبقى يجب عليه القبول، مش يستحب، لا، عشان ده يتوضا ويسلم. اي ويجب عليه قبول هبته اذا وهب له لاجل التطهر به، لان المنه في المال ضعيفه. يعني ما حدش يقول واحد انا اديتك ميه، لا، الماء ده الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلى، هو الرعي يعني الحشائش اللي يرعى فيها، يعني شركاء الناس. فهنا المنة في المية ضعيفة، محدش يمن على واحد بإيه؟ إنه أهداه ماء، هيقول له امشي إيه اللي أهدتك ماء. لكن يلزمه أن يقترضه، رجل وفاء يلزم الاقتراض، يعني يقول له سلفني مثلا لترا من الماء، لأنه يرجو أن يسدد هذا السلف. من ضمن النوادر أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان في سفر و يعني احتاج إلى ماء، احتاج إلى ماء للوضوء، فواحد معه قربة ماء، فطلب منه الإمام أبو حنيفة أن يتوضأ، قال لا إلا بالثمن. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه اشترى منه قربة بدرهمين كلها، وتوضأ وصلى، ثم قال للرجل هل لك في السويق؟ السويق يعني اللي هي الفتة باللبن، الخبز لما يوضع فيه باللبن. فأكل الرجل طبعا السويق اللي قدمه الإمام أبو حنيفة. طبعا السويق لما يوضع حلو يحتاج إلى ماء بعض، فطلب الرجل من الإمام أبو حنيفة أن يشرب، فقال له لا إلا بالسمن، فساومه على درهمين بالشرب، هو مضطر طبعا عطشان، فاشترى ايه؟ شربة بدرهمين. يبقى الإمام حنيفة كده اتوضى ايه؟ ببلاش. لكن هو أحب أن يعني يلقنه درسا في هذا، يعني أنا عايز أقول له أن الماء ده يعني لا يتاجر فيه، يعني من ضمن النوادر يعني للإمام أبي حنيفة وذكائه، يعني هو دفع الدرهمين واشترى القربة وتوضى وصلى ورجع الدرهمين، بس هو اكل الرجل اكله يعني كويس، لكن برضه المهم انه استرد الايه؟ ثمن الماء رضي الله عنه. يعني اهي دي مساله، مثلا مساله شراء الماء دي مساله مهمه، لأنه في كثير جدا من الحجاج في النزول من عرفة إلى مزدلفة ومنى يبقى ما فيش ماء، أحيانا يبقى ما فيش ماء، فتجد كثير جدا من الحجاج في الأول يعني غير الآن يتامى، مع أن الماء يباع
زجاجات لتر ونصف لتر ولترين، وكل واحد من الحجاج طبعا معاه مال يشتري دكان ماء، مش زجاجة أو زجاجتين، لا، لما بيخلي الفلوس للإيه؟ للهدايا ويتيمم. طب ليه؟ فده طبعا صلاته باطلة، لأنه هنا يلزم شراء الماء وقبول هبة الماء واقتراض الماء، يعني أمر مش نافلة، لا، ده واجب، لأن هذا تصح به الصلاة. يبقى إذن لابد من شراء الماء لمن قدر عليه ولو بالأجر، ولابد من قبول هبة الماء، لأن أتيمم ومحدش يقبله منا عليه، لا، لأن المنة في الماء ضعيفة، يبقى لابد أن يقبل هذه الهدية أو يقترض الماء ويسدده بعد ذلك. فبعض الحجاج يتيمم لصلاة المغرب والعشاء والصبح ولا يشتري الماء عشان يوفر الايه؟ الريالات للهدايا، يعني يبطل الصلاة، صلاة ايه؟ ثلاث فرائض، المغرب والعشاء والصبح، ولا يشتري الايه؟ زجاجتين ميه مثلا بخمسه ريال او بعشره ريال، ده كله ده من قله الايه؟ الفقه، مفيش فقه، فكر انه يعني ما دام فلم تجدوا ماء فتيمم، لكن دي امور طبعا تحتاج الى فقه. ونقف عند طلب الماء، يعني متى يطلب المتيمم الماء، وفي أي مسافة يبحث عنه، ومتى يتيمم، هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون.